ينضم إلينا من عمان محلل الأول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. بداية إذا لاحظنا تحرك يعني نوعا ما إن صح التعبير مفاجئ لمؤشر الدولار في ظل تحرك منخفض نوعا ما تقريبا خلال تعاملات جلسة يوم أمس في ظل هذه القرارات والتوترات الجيوسياسية. صباح الخير. بالفعل شهدنا بعض الانخفاض في الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تداولات يوم أمس والجلسة الأسيوية هذا اليوم، لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الدولار الأمريكي ما يزال قرب أعلى مستوياته منذ شهر أيار عام 2020. الارتفاعات التي تحصل في اليورو وفي الجنيه الاسترليني أمام الدولار تعتبر حاليا تصحيحات فقط بعد موجات انخفاض قوية. فلو قارنا أداء اليورو خلال الفترة الماضية فقد انخفض اليورو من أسعار فوق دولار و12 سنت للدولار الأمريكي اليورو الواحد إلى مستويات الدولار و9 سنت للدولار، وهذا الانخفاض يوضح لنا تأثر كبير لليورو أمام الدولار الأمريكي في ظل التوترات الجيوسياسية التي تعيشها حاليا منطقة شرق أوروبا. كذلك الأمر بالنسبة للجنيه الاسترليني، رغم بعض الارتفاع هذا اليوم لكنه أيضا يعتبر ارتفاع هامشي مقارنة بالانخفاضات الملموسة التي حصلت سابقا. أود أن أشير إلى أننا نقترب شيئا فشيئا من قرار البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، وبالتالي التصحيحات ربما ستستمر على العملات مقابل الدولار لحين صدور قرار البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل. نعم أستاذ سركيس، فيما يتعلق بالتسعير الآن في الأسواق وكما تفضلت بأنه يعني تفاعل مسبق مع القرار للفيدرالي الأمريكي في حال بقي عند ربع النقطة المئوية، هذا التسعير كيف سيؤثر على أداء الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة؟ هنالك العديد من المؤثرات في الدولار الأمريكي وفي الأسواق، أحدها قرار الفيدرالي الأمريكي المرتقب. قبل حوالي الشهر كانت التوقعات تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي ربما سيرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لكن حاليا أصبحت التوقعات تشير إلى رفع الفيدرالي الفائدة ب 25 نقطة أساس بشكل شبه مؤكد، وهذا لأن التضخم ارتفع بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية ليصل 7.5%، ويوم غد نحن بانتظار أيضا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والتي من المحتمل أن تظهر ارتفاع التضخم إلى 7.9%. هذا الارتفاع في التضخم يتطلب من البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أن يقوم برفع الفائدة، لكن في نفس الوقت هنالك مخاطر اقتصادية كبيرة الآن بفعل التوترات الجيوسياسية الروسية الأوكرانية قد تجعل الفدرالي يرفع الفائدة بأقل مما كان متوقع سابقا، أي أن يكتفي ب 25 نقطة أساس. الأسواق المالية حاليا تترقب هذا القرار وتتوقع هذا القرار، بالتالي إعادة تسعير حتى ولو بشكل طفيف لسلة العملات مقابل الدولار لمؤشرات الأسهم. لكن لا يجب أيضا أن ننسى بأن الثقة في الأسواق المالية تتغير كل لحظة مع أي أنباء جديدة حول أي تطورات في قضية روسيا وأوكرانيا، خصوصا بعد إعلان الولايات المتحدة عن حظر وارداتها النفطية من روسيا. إلى جانب أيضا الاتحاد الأوروبي خفض اعتماديته على النفط والمشتقات النفطية الروسية. نعم يعني سركيس، بالحديث عن روسيا، الروبل الروسي يواصل التراجع في ظل حتى يعني بعد القرارات التي اتخذتها روسيا للحد من هذا النزيف في سعر الروبل مقابل الدولار، هل من المتوقع الاستمرار في حالة التراجعات للروبل في ظل هذه التداعيات السياسية على روسيا؟ 127 روبل مقابل الدولار الأمريكي الواحد، هذا رغم أن بنك المركزي في روسيا قام برفع الفائدة من 9.5% إلى 20%. بالفعل استطاع البنك المركزي إيقاف استمرارية الانخفاض بالروبل الروسي لكن بشكل مؤقت، حيث أن الروبل الروسي حاليا يتواجد ضمن أدنى مستوياته تاريخيا، ومع استمرار الضغوطات الاقتصادية من الدول الغربية على روسيا ربما سنشهد المزيد من الانخفاض على الروبل الروسي، والتاريخ يثبت لنا ذلك لأن الروبل الروسي تعرض لضغوط هابطة قوية وصلت إلى 97% عام 2014 مع عقوبات اقتصادية كانت أقل مما هو متوقع حاليا، وبالتالي
ربما سنشهد عودة الانخفاض لمستويات قياسية متدنية جديدة للروبل الروسي مقابل سلة العملات والتي نعم. من ضمنها الدولار الأمريكي. نعم، يعني سركيس برأيك في ظل هذا إن صح التعبير الركود التضخمي الذي يسيطر على اقتصاديات العالم، كيف تصف أداء أسواق العملات بالمجمل في ظل هذا الركود، وأيضا في ظل التوقعات لقرارات الفيدرالي الأمريكي يعني البنوك المركزية العالمية الرئيسية؟ بالفعل هذا المصطلح هو المصطلح المثالي لوصف ما هو مقبل على العالم، وهو الركود التضخمي والذي سيؤثر على الأرجح على العالم ومن ضمنها أيضا منطقة الشرق الأوسط وكذلك محليا. الركود التضخمي يشمل انخفاض في النمو الاقتصادي يرافقه ارتفاع هائل في الأسعار، أي ارتفاع معدلات التضخم، وهذا ما نشهده حاليا حول العالم. قد يكون تأثير ذلك على الأسواق شديد، وذلك لأن المتداولين والمستثمرين سيكونون بحيرة إلى أين نتوجه لإيجاد الملاذات الآمنة. يوم أمس ارتفع الذهب ليصل إلى مستويات قريبة من ذروة تاريخية، هذا بفعل مخاوف التأثيرات على النمو الاقتصادي العالمي التي اجتمعت مع الارتفاع الحاد في معدلات التضخم، كذلك ارتفاع أسعار النفط والذي من المتوقع أن يستمر باستمرار التوترات الجيوسياسية. نعم. هي أحد المؤثرات التي قد تدفع إلى الركود التضخمي، فالأسواق المالية حاليا تنخفض فيها شهية المخاطرة، لكن مع استمرار البحث عن الملاذات الآمنة مثل العملات الملاذ الآمن كالدولار فرنك سويسري وكذلك المعادن الثمينة كالذهب والفضة. نعم، محلل أول أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل